السلام عليكم، معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للخامس والعشرين من ماي نبدأ أمامكم على اليورو دولار. كما يمكن لدينا هنالك كسر لخط الدعم عند مستويات 1.12، ونحن الآن في صدد الهبوط إلى مستويات 1.10. لربما سوف نجد هنالك بعض الدعم ليأخذنا إلى مستويات أعلى من ذلك مرة أخرى، لكن ما لا شك به أن سيكون هنالك بعض التذبذبات قبل الهبوط وكذلك صمود 1.10. بأية حال أي اختراق للمقاومة عند 1.125 سوف يأخذنا مستويات أعلى من ذلك 1.15، وهذا ما رأيناه على الباوند دولار يوم أمس، إذ تم الصعود بقوة واختراق خط المقاومة، أو بشكل أدق هو ثبوت خط الدعم عند 1.45. نحن الآن بصدر الاتجاه إلى مستويات أعلى من ذلك عند 1.47. تداولا موفقا وشكرا لكم.